أسعد الله مساءكم مشاهدينا أوفياء برنامج بالقانون. يتجدد الموعد عبر هذا الفضاء لتبادل السؤال والجواب. طبعا لكل اتصالاتكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. معنا أول اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أخويا أنا من الوهران. مرحبا بك. أنا عندي واحد بروبلم. نعم. عندي زوجة تاعي. نعم. دخلت لي الناس في داري. واش دارت؟ دخلت لي الناس جواريني دخلتهم للدار. الجواري دخلوا الدار عادي، اشرح لنا احسن. دخلوا من طريقة الحرام. لا اسمح لي، وضح لي احسن. الزوجة تاعك دخلت الجيران، كيفاش عرضتهم ولا كيفاش؟ لا، هي دروك هي قبل ما تطلق لفت الكبش مع واحد. هذه الزوجة تاعك؟ واه، زوجة تاعي. من بعد انا كيف فقت لها، فقت لها بتصور كل شيء. كيفاش بتصور؟ هي لقيت عندها صور. ما سمعتكش. لقيت عندها صور. ها؟ لقيت عندها صور. واه، متصور مدخل الناس في داري. نعم. أيام بعد هي لبست الكش. نعم. لبست الكش مع واحد. هي كيف وقت لها انايا شادارت طيحت غليانة ولا 8 شهور. شكرا شهور. أنت المعلومات هذه منين جبتها؟ هذه معلومات قالوها لي جوارين. والجوارين هذو مؤكدة. اسمح لي، الجوارين هذو الثق فيهم لهذه الدرجة؟ ها؟ الثق فيهم لهذه الدرجة؟ واه، مأكدين 100%. مانيش عارفين. المهم، ومن بعد؟ من بعد دارت لي الخلع. نعم. ومن بعد انا شكيت بها القضاء. نعم. عطاها هي عام تاع حبس، والسيد اللي معاها عطاها عام تاع حبس. وراهم في الحبس ولا برا؟ لا، واحد راه كيما نقولوا واحد راه حال فرار. وكيفاش قدرت تثبت هذا الشيء انت؟ ثبت عليها انا بالتصاوير، وهي ما كانتش تجي للمحكمه، ما كانتش تحضر. واش عليه؟ والتصاوير هذو واش فيهم؟ التصاوير فيهم السيد متصور لي في داري، متصور لي مع اولادي، ومتصور معاها هي. شحال عندك اولاد انت؟ عندي 5 تاع الاولاد. شوف، المراه كي تكون غير مسؤوله، باش ما نقولوش كلمه واحده اخرى، وانت تقدر توصل بيتها، وانت تقدر توصل ابنائها. يعني هذه المراه ما كانش تفكر بولادها واش يقولوا عليها، والله ربما كي كبروا الصوره هذه تبقى انه الوالد تاعهم غايب، وهي تجيب رجل اجنبي الى البيت وتتصور معاه، وربما 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 وربما. هل الاصاله راحت؟ هل راحت التربيه؟ هل راحت الاخلاق؟ هل راح الخوف؟ يعني انت وين كنت كي كنت تتصرف هكذا؟ انا كنت غايب، ما كنتش هنا. كنت غايب في الجزائر ولا خارج الجزائر؟ لا، كنت في السجن. كنت في السجن. شحال مره دخلت السجن انت؟ انت شحال مره دخلت السجن؟ دخلت 4 سنين في السجن. قضية مخدرات ولا شنو؟ قضية مخدرات ولا شنو؟ نعم شيخ. نعم. وانت كي تخدم المخدرات خممت باللي تدخل الحبس وتخلي مرتك ولادك وحدهم ولا ما خممتش؟ لا، انا ماشي الشيخ المخدرات مشيت يعني المخدرات هذه. ما سمعتنيش. تعال، انت كي دير حاجه غير قانونيه وتخرج الطريق للدوله وتخرج الطريق للقانون، لازم تخمم باللي يجي نهار تتحكم. هذا السؤال والجواب هذا راهو ليك ولكل الناس. وكي تدخل الحبس تاع 4 سنين، المراه هذه بيناتنا برك منين كانت تصرف؟ منين تصرف؟ منين تعيش ولادك؟ من كنت في الحبس انا؟ نعم. ايه، كانت الشيبانيه، كانوا خوتي خواتاتي كانوا يخلصوا لها الكريه، يدوها مصروف، ما كان خاصها والو. كنت خاصها انت؟ انت اللي كنت خاصها، زوجها هو اللي كان يخصها. الشيخ كيكون خاصها انايا، كيكون خاصها انايا، دير طلاق قانونيه. واش عليه؟ انا مانيش نقول لك هي واش دارت يندار، لا ابدا، ولكن راني نحدد في المسؤوليات، يعني باش انت تتحسس ويتحسس غيرك
كل انسان راهي الان يمارس فيه نشاط غير قانوني يدير في باله بلي يقدر يدخل الحبس في اي لحظه ويقدر يجيب عقوبه كبيره ويخلي مرته وولاده بين مخالب الاشرار باش ما نقولش كلمه واحده اخرى. المهم حكموا عليها بعام حبس وحكموا عليه هو بعام حبس. واش حبيت تعرف انت؟ واش حبيت تعرف؟ بغيت نعرف العداله، دروك العداله. العداله عطاتني حقي. الحمد لله. طوال الحبسيه. الحمد لله، نعم. لا اسمعني دقيقه، كاينه حاجه ثانيه غادي نقولها لك. وشنو هي؟ الحضانه عطاوك ولا ما عطاوك؟ العداله عطاتني حقي. الحضانه عطاوك ولا ما عطاوكش؟ الحضانه ما عطاونيش، ولادي راهم ولادي كاع قتلوا، كاين واحد كاين واحد عنده 10 سنين راه يستهلك المخدرات. مؤسف جدا. عنده 11 سنين. وراني ما عطيت له تصاوير وراني عاطي له تصاور رجال الشرطه تاع فانديزيان. روح شوف روح شوف قاضي صار. روح شوف قاضي شوف قاضي الاحداث شوف قاضي الاحداث واعطي له الشيء اللي يقنعه بانه الابناء تاعك في خطر. لا صاير ضاع ولادي ضاع. لا لا ما تقولش ما تقولش لا ابدا، دائما كاين مساحه لاعاده الامور الى طبيعتها. شوف قاضي الاحداث الشيخ بغيت نسالك الشيخ. نعم بغيت نسالك انا على حاجه. نعم تفضل. دروك انا السكنه السكنه هذه تاعي. نعم السكنه في اسمي مزيان، سموني مزيان كمال الدين. نعم نسكن في حي اسمي. نعم وكيف تتفسر الصراع كي دارك في اخرى كنت داير لافوكا مكيد. ما يهمش ما يهمش الاخ، المهم الطلاق صدر. الطلاق صدر ولا ما صدرش؟ لا طلاق صدر. الحضانه عطاوها الحضانه عطاوها لها ليها ولا ليك؟ عطاوها لها ليها بصح السكنه ما عطاوهاش السكنه. كيفاش عطاوها الحضانه وما عطاوهاش السكنه؟ غير كيفاش عطاوها الحضانه وانت حاكم عليها بعام حبس في جريمه مخله بالشرف؟ كيفاش نقدر نخلي ابناء؟ لا بصح هي ما حضرت. اسمعني اخي هي هي ما حضرتنيش نشرع. ايه واش عليه ما تحضرش؟ لا راح دارت الخلع. الخلع ما يمشيش الا اذا حضرت هي، لان هي طلبت الخلع. شوف شوف القاضي هذه جرات عليا بالدراهم يا سيدي في الكوميسارية تماك. يا سيدي يا سيدي انا نحكي معك في منطق انت مانيش عارف تعتقدوا دائما هذه قضية تاع خلع بسيطة. المرأة دير الخلع ما تحتاجش الى اي شيء. اما لا طول شوف اسمح لي الخلع ماهيش الخلع ماهيش المراه تاعك فقط دارت خلع، راهي ملايين كي تشوف من 2005 الى الان كنت تشوف شحال عدد حالات الخلع. شوف اخي شوف شوف استاذ نعم ولادي ضاعوا. شو عندي خمسه عندي خمسه ضاعوا ضاعوا وكاع يستاهلوا كاشيات. يا سيدي انت 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 راك ولادك ما عجبكش الحال يستهلكوا المخدرات والكاشيات وانت كنت في قضيه مخدرات. انت واش كنت تدير انت؟ لا بصح انا ما كنتش انا ما انت واش كنت تدير؟ انت علاش اسمح لي بك علاش دخلت ربع سنين الحبس؟ وشو السبب؟ دخلت ربع سنين الحبس انا داروا لي مخدرات في داري. مش عليه ما ندخلش في هذه التفاصيل، خليني دوك نجاوبك انا. المفروض الزوجة تاعك دارت خلع لازم تحضر إلى جلسة الصلح، هي تحضر، إذا ما حضرتش يرفضوا لها الدعوة. إذا ما دام مشات القضية تاع الخلع وصدر الطلاق عن طريق الخلع، زوجتك حضرت لجلسة الصلح. أولاً. ثانياً إذا فيه حكم إدانة عن قاضي الجنح بجريمة مخلة بالشرف تقدموا في الملف المفروض المنطق تحرم من الحضانة. قانون واضح. المشكلة الآن حتى أنت السلوك تاعك عندك حكم صادر عن قسم الجنح بتهمة المخدرات. إذا الأولاد هذو راك تقول لي ضاعوا إذا أمهم دايرة هكذا وأنت داير هكذا إذا المسؤولية مشتركة. واش لازم؟ لازم يتدخل طرف ثالث. شكون هو؟ هو الأم تاع الزوجة تاعك. وانا ما نضمنش الاولاد هذو راح يكونوا ملاح عند الام تاع الزوجه تاعك، وما نضمنش ايضا يكونوا عند الام تاعك. لذلك تلجا بعض التشريعات في الغرب ينحوهم للاب وينحوهم للام وينحوهم لكل عائله مدهم لعائله اجنبيه يتكفلوا بهم احسن من الاهل تاعهم. بسيط الامر. اذا تطعن مشكله انه ما عطاوهاش السكن والسكن تاعك ومازالها ساكنه فيه ترفع دعوه طرد. لأن ما عندها السند، ما عندها لا حكم قضائي،
ما هي مستأجرة ما هي مالكة، ترفع عليها دعوة طرد من السكن. ولكن مؤسف ما وصلت إليه بعض العائلات من انحطاط ومن انعدام الأخلاق، ومن أحيانا الراجل معوج المرأة مسقمة، أحيانا الراجل أو العكس. المشكلة كي يكونوا في زوج معوجين شكون يحمي الأولاد هذو؟ هل كانت كاينة رقابة عليهم؟ هل كانت كاينة متابعة للأولاد هذو حتى نوصلوا لهذا السن؟ بعد يقولوا تجار مخدرات، تبدأ الدولة تصرف باش تحارب هذه المخدرات وتحارب هؤلاء التجار. إذن الضربات الاستباقية غير موجودة باش نحميه هذا الطفل من والديه أولا، لأن أكبر عدو، أكبر واحد يعلم الكلام الفاحش للأبناء والسلوك السيء هو البيت، يا إما الأب يا إما الأم. وهذا الشيء مؤسف جدا، يحبوا يخرجوا أولادهم ملاح وهما اللي يعطيهم السلوك السيء للأسف. معنا اتصال. ألو. نعم نعم. مرحبا. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم. أنا الشيخ. نعم. أنا كنت إطار في شركة وطنية. نعم. العشرية السوداء ثلاث سنين. ثلاث سنين حبس. نعم. العشرية السوداء. نعم. من بعد اتصلت بقاضي العقوبات، عطاني الامر باش نرجع. من هناك كي طلبت انايا باش نرجع انا في الشركه، ما قبلت لي الشركه. انت علاش دخلت الحبس؟ العشريه السوداء. على بالي العشريه السوداء هي 10 سنوات الارهاب. انت علاش دخلت الحبس؟ علاش دخلت الحبس؟ نعم. حطوا لي ذاك الإشادة. الإشادة. نعم. معناها هذا. نعم. هذه هي كيفاش يعني. نعم. حكموا لي بثلاث سنوات. المهم من بعد انت خسرت الخدمة تاعك. ما خرجت. نعم. خسرت الخدمة تاعك. نعم. خسرت الخدمة تاعك. الخدمة باش نرجع للخدمة تاعي ما قبلوا ليش. شارعتهم بعد مدة. على كل حال أنا كنت أنا عندي دراري وذيك ما عندي والو. ذيك توليت بالدراري باش ذيك نعيشهم وكلش. المهم مدة زمنية تاع الوقت فاتت واحد 20 سنة هكذيك تقريبا، وأنا في كل مرة نبعث لهم رسالة. المهم تعرف راح درت لهم قضية في المحكمة. اسمح لي في المحكمة واش داروا لي؟ واش داروا لي؟ العاود لي طبقوا عليا القانون تاع العمل، طبقوا عليا قانون المدني بمعنى التقادم. قال لك كيفاش التقادم؟ وبعثوها ديرها مباشرة للمحكمة العليا، ما عنديش في المجلس. ومن بعد المحكمة العليا واش داروا لك؟ في المحكمة العليا أيدوا قول عليها الحكم تاع المحكمة الابتدائية. بمعنى خلاص القضية تاعك أصبح الحكم تاعك نهائي، ما عندكش طريق آخر. ما عندكش، لأنه الحكم أصبح نهائي. الحكم النهائي الحكم اللي تاع المحكمة العليا. نعم. هذاك أيدت لي الحكم تاع قول عليها المحكمة الابتدائية. أنت شحال في عمرك؟ شحال في عمرك أنت؟ أنا 80 سنة. راك حاب ترجع تخدم؟ نعم. حبيت ترجع تخدم؟ لا، وأنا نقول كي كتبتهم أنايا كانت عندي العمر باش نخدم. واش من سنة؟ 71. لا لا، واش من سنة؟ واش من سنة؟ واش من سنة رفعت عليهم دعوة قضائية؟ الدعوة القضائية اللي حكموا عليها؟ نعم. واش من سنة؟ لا مش اللي حكموا عليك، القضية اللي رفعت عليهم دعوة على الشركة، واش من سنة؟ في 2018. وفي 2018؟ في 2018 كان في عمرك 74 سنة؟ كان 74 سنة؟ لا كيف فات القضية كي طلبتهم يا سيدي كان. سقسيتك الآن قلت لي في 2018 وانت في عمرك الآن 80 سنة.
معليش كي تنقص 6 سنين كان في عمرك 74 سنة، أنت حبيت ترجع في عمرك 74 سنة. أنا طلبت أماني باش نرجع في في الواحد في 97 97 كانت في عمري في عمري قل من 60 سنة، كانت 54 ولا. وكيفاش تفكرت القضية وكيفاش تفكرت القضية هذه بعد 20 سنة؟ علاش قلت لك أنا كنت أنا يعني ما عندي والو أنا وعندي لا لا الآن 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 كيفاش تفكرت كيفاش تفكرت القضية بعد 27 سنة؟ كيفاش تفكرتها؟ إيه أنا طلبت أنا تعويض اللي يا إما يعوضوني. دوك نجاوبك دوك نجاوبك سيدي دوك نجاوبك. حوالي 90% من الناس اللي يسألوا القضية تحملي يقول لك القضية تاعي قريبة عنده 20 سنة، واحد عنده 30 واحد عنده 40، وهذا شيء مؤسف. علاش مؤسف؟ لأنه مؤشر أن الناس ما يملكوش ثقافة قانونية، لأن الثقافة القانونية تخليك تعرف الأجال، تعرف بلي كل حاجة عندها مدة، كما عمر الإنسان عنده مدة، تخلص المدة هذه يموت، كما القضايا كما الوقائع تخلص المدة تاعها خلاص تنقضي، عندك حكم ارفع دعوى على الشركة رفضوا لك الدعوة ابتدائي نهائي، رحت هو نفس القانون الساري، قانون قوانين العمل هي نفسها صادرة في التسعينات في 91 أو 93 أو في السنوات التسعينات، هي نفسها السارية الآن، لأنه كاين بعض القضايا تحكم فيها المحكمة بحكم ابتدائي نهائي، تروح للمحكمة العليا تطعن رفضت لك الطعن، إذا الملف تاعك طوية ما عندك حتى حقوق ما عندكش رجوع، باش ما نعطيوكش الأمل في عمرك 80 سنة باش ترفع دعوة جديدة الآن، مستحيل إعادة الإدماج في عمرك 80 سنة حتى إذا كان عندك الحق، باش تطلب تعويضات الآن ما تقدرش لأنه سبق الفصل في الطلب تاعك بموجب حكم صادر عن القسم الاجتماعي للمحكمة مؤيد بقرار صادر عن المحكمة العليا للغرفة الاجتماعية، الحكم نهائي أيضا، إذا سبق الفصل. القانون ما يسمحش أنه إنسان يروح إلى القضاء مرتين بنفس الأطراف ونفس الموضوع، مرة واحدة ينتهي الأمر. نعود نرجع للاتصال. ألو 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 نعم السلام عليكم أستاذ عبد الحفيظ. وعليكم السلام. معك سعيد من ولاية عين مفت. تفضل مرحبا بك. تمام بارك الله فيك أستاذ. عندي واحد القضية تاع قضية تاع قطعة أرض فلاحية. نعم. كان الأب تاعي المرحوم شراها في المزاد العلاني. نعم. في 2005 بعد تشمرها توفى. نعم. وكان هو قبل ما يموت كان في نزاع مع واحد السيد. نعم. هذاك السيد كان شرا بلاد 1986 ومن بعد هو شرا في حالة الشيوع. نعم. وبعد بعد نظر ورقة أمامي من بينهم الأب تاعي. وعاودوا الدولة تقال في المجلس العالمي. في المجلس تاع سيدي بالحباس البيوع العقارية. نعم. ومن بعد كي توفى الأب تاعي هو ولا يتفقية أنا قضائيا أمام المحاكم. لازم يتبع الورثة تاع الأب تاعك أنت وخوتك. والولا ولا أنا كنت نوقف أمام المحكمة. لازم يتبع كل الورثة لأنه لازم يدخل كل الشركاء في القضية، ما يقدرش يتبع وارث واحد فقط. وهو دخلني أنا بصح أنا وقفت وعندي الحق في المزاد العلاني. كي بعد البحث قلت لها الطرق تمتلي بالطرق. بقسم العقاري وكل شغل بابنه. نعم. ومن بعد عاودت عايزه البحثيه. وكي البحثيه قالت لها وعاودت في 2017. سيدي ما روح لي مباشره لسؤالك لانه نبقاو في السنوات رانا في 2017 وقتاش نحكوا 2024. اعطيني سؤالك مباشره. دوك انا كاين ما تقدرش تمنعه باش يشكي. شوف ما تقدرش تمنعه باش يشكي. واحد ما يقدر يمنع واحد باش يشكي، واحد ما يقدر يمنع واحد باش يرفع عليه دعوه، ولكن عندك الحق انك ترجع ليه
لما يشكي بك وما يحكموش عليك ترجع ليه بالتعويض او بالوشايه الكاذبه، ولما يرفع عليك دعوه في المدني عندك الحق تعاود ترجع ليه تجيب الحكم القضائي اللي خسر فيه وترفع دعوه تطلب تعويض المصاريف القضائيه وتعويض عن مجمل الاضرار عن المقاضات التعسفيه. بالنسبه لي انا لما القضاء ما يعطيكش حق نجمع لك كل الاحكام ونديرك في ملف وندفع نطلب القضاء يعطيني تعويض، لانه هذا الشيء مهم جدا ان الانسان توقفه، لانه كاين الناس ما يعرفوش حدودهم يعرف بان نعم. كنت مؤخرا شكيت به على في محكمه عين تموشن نعم على اساس وشايه كذبه، على اساس انه قدم بك شكوى وديت البراءه انت فوالا شكا بيا قاضي التحقيق وشكا بيا غرفه اتهام وشكا بيا غرفه جنائيه واش عليه انت ديت انت ديت عطاوك انتفاء. اسمح لي نهضر معك يا سيدي، عطاوك انتفاء وجا دعوه بعد هو طاوها هو شكابيك ولا هو شكابيك ولا انت شكيت به؟ لا انا شكيت به على اساس وشاية كذبة في المحكمة. نعم شكي به بالوشاية الكذبة لانك انت جبت لانك جبت البراءة. اعطيني واش حبيت تعرف انت؟ وعاودت الاستئناف انا وكيل الجمهورية. يا سيدي لو كان نبقاو في الاستئناف وفي التاريخ في كذا ما خلصوش حتى الغدوة. وشو سؤالك؟ السؤال استاذ محترم بغيت نعرف هذا دائما تشكي بيا هذا دوك انا كاين باش حبيت دوك نجاوبك دوك نجاوبك. حقيقة البرنامج متسع وفضاء للحوار، طبعا حرية انه الناس يطرحوا انشغالاتهم، ولكن العمود الفقري للبرنامج هو نشر ثقافة قانونية بسيطة على الأقل، نصيحة على الأقل أو بعض الخبرة في التعامل مع بعض المصاعب تاع الحياة اليومية المتعلقة. ما كانش بيت ما فيهاش شأن قانوني أو قضائي، لا ما فيهاش اليوم يجي بعد سنوات، ولكن الكثير من الأشخاص مانيش عارف كيف في كل مرة سميتها أنا أنه الإنسان يفرغ قلبه بدل من يطرح السؤال تاعه باش نوجهه. أحيانا كاين ناس يبتليهم الله ببعض الجيران أو ببعض الأشخاص يجرهم إلى المحاكم عشرات السنين. الحل أنا دائما نقول الحل في أنك ترجع في كل حكم يخسروا دلوا قضية تطلب تعويض، أعطيني المصاريف القضائية والتعويض اللي سببتوا لي نتيجة ضياع الوقت والضرر اللي سببتوا لي. هكذا كاين ناس يقول كان ما تبعوش يبقى دائما يتقدم. احسن وسيله للدفاع هي الهجوم، مبدا يصلح في كل شيء، يصلح في الاقتصاد في السياسه في القانون، يصلح في كل شيء في الحياه اليوميه، لان كاين بعض الاشخاص ما يعرفوش حدودهم الا بهذه الطريقه. اذا ننصحك انك في كل مره تدير قضايا تطلب تعويض عندما يتعلق الامر بحفظ شكوى او بانتفاء وجه الدعوه او ولا وجه المتابعه او بالبراءه. وفي المواد المدنية والعقارية والاستعجالية وكل شيء أيضا تطلب المصاريف القضائية زائد التعويض. شكرا على الثقة، نلتقي إن شاء الله في الأعداد القادمة. إلى اللقاء.